عدد جديد من تواصل دوت كوم وتهيمن فيه التظاهرات الأخذة بالاتساع في كثير من المحافظات العراقية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وقبل التفاصيل نطلع على أبرز العناوين. وفيها بالرصاص الحي، القوات الحكومية تواجه المتظاهرين في مختلف مدن ومناطق محافظة البصرة. وفي ميسان والنجف المظاهرات مستمرة، والمتظاهرون يحاصرون مبنى مجلس محافظة ميسان. أما الختام فسيكون من محافظتي بابل وواسط. وفي بابل المظاهرات تتواصل والاحتجاجات لا تتوقف في مدينة الكوت بواسط أيضا. أهلا بكم. مع قوات حكومية تطلق النار والرصاص الحي على متظاهرين في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة. نتابع معا. عاصم والنبطة البرجسية بالزباب، عاصم والنبطة، عاصم لا تخافون، لا تخافون، كل خط شوف شد حالكم شباب، شد حالكم، والله ما يقدرون، والله ما يقدرون. وش يسوي يوم الطابور؟ تتدحرج الأمور بشكل سريع ككرة الثلج أو أكثر شدة. مقطع مصور آخر مما حصل في منطقة البرجسية نتابعه سويا الآن. أيضا نقل الجرحى من المتظاهرين الذين أصيبوا في مظاهرات البرجسية بالبصرة. نتابع. يا طق يا طق، هذا الرمي أفا سعود وين؟ احنا الزبية جايكم صلاح الدين. ايش خبر؟ صلاح الدين خوش. إذا هم مخزنهم خي يطلعون، إذا هم مخزنهم خي يطلعون. والله اليوم هنا ظل شهر كامل ولد زلمة يطلع بعد منه. يا طقك الشرطة يقول جاي من صلاح الدين اني خواف من خواف القحط. يا طقك يا طقك، يلا ما تعرف لخامس من بكيسيات ولا خي طلعوا. يا طقك يا طقك، محمد وين؟ جراح اخوي سعود ما شفته هناك؟ لا ما شفته. سعود سعود بعض الله هناك رضاوي. باقي ذاك سعود سعود. في البرجسية ايضا وفي ذات الاطار التظاهرات تتسع وتزداد يوما في اثر الاخر. هنا صعدوني وقتلوني وانا اخوي وبعدين منو من الولد وياك ولدنا؟ هذا مصاب مظاهرات اليوم الزبير. ولا احكي من البدايه عاود يجزونه يبدون. احكي احكي. اليوم خرجت مظاهرات. فوق شلون وصلت؟ وصلت على صوتك. على صوتك هذا راح يوصل. اليوم خرجت مظاهره في غباء الزبير. سلميه ومنذ ايام ندعو للسلميه والحمد لله وشكر خرجنا شباب متظاهرين مظلومين عاطلين عن العمل، ساندناهم وقفناهم بكل حريه وكل ديمقراطيه. شرطه النفط فتحوا الابواب للمتظاهرين، قال لهم الشركات اذا تردون شيء طبوا جوا، ماكو شيء برا. فالشباب طبوا جوا بكل سلميه، ما جوا تفاجئوا بقوات سوات بالرمي العشوائي والرمي المباشر. اصابات واصابات بعض الشباب، اصابات وكسور واعتقال، وانا واحد من الناس اعتقلوني انا واخوي وغربوني والحمد لله استطاعت ونفذت من عندهم يعني. والدعم بالسيارة والدعم بعدين توقفوا بعضهم تندعم، ما يعرفون مرجعية، قوة
قوة جاية من غير مكان يعني ما نضربكم ما يعرف لا المرجعية لا يعرف النصر أقرب من دوله فلان المظاهرين حتى لو ما يعرف لا مرجعية ولا شيء قال إحنا خرجنا أيدة المرجعية باركة المرجعية هذا طلبهم شاهدتم الفارغ من الرصاص الحي الذي يرمى به الشباب العراقي الباحث عن حقه. الآن نشاهد وإياكم ما رصدته كاميرا أحد النشطاء، ونتحدث هنا بالتحديد عن لحظة مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة. القوات الحكومية تعجز عن فض تظاهرات إحدى المناطق في محافظة البصرة. الصورة ستتحدث بأكثر ما يمكن للكلمة أن تقدم فيه وصفا لكم، نتابع وإياكم. تحدث نشطاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلوا أخباراً هم شهود عليها، وقالوا فيها إن الجيش الحكومي أطلق الرصاص الحي على متظاهرين في الطوبة والنخيلة في محافظة البصرة أيضاً. نتابع جانباً من الصورة التي رصدت المشهد هنا. كأنها حرب الجيش العراقي ضد الاحتلال الصهيوني، يقول أحد العراقيين معلقا. إلى مظاهرات منطقة العشار قرب فلكة العروسة وتميمية في محافظة البصرة، تعالوا حتى تكونوا شهودا هناك ونرى معا بأم الأعين ما الذي حدث. عشار منطقة العشار يم جسر المؤبد أصفر المؤدي التميمية، هاي مظاهرات تدق على جسوره. بعض المظاهرين شلون قاعد يقطعون شوارع. التظاهرات مستمرة حتى تحقيق كل المطالب الشبابية كاملة غير منقوصة، فلا مجال للحلول الترقيعية يقول شباب عراقيون. إلى جانب من المظاهرات التي شهدها قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة، نتابع وإياكم. والله فاشلين.
وإياكم الآن مشاهدينا الأعزاء إلى قضاء القرنة، وهناك المتظاهرون يقطعون طريق بغداد البصرة. تعالوا نشاهد في الصورة ما الذي حدث بالضبط. ليس هذا كل شيء، مقطع مصور آخر نشاهد وإياكم فيها الأحداث الجارية في قضاء القرنة والمتطورة ساعة بعد ساعة. نتابع. التطورات متلاحقة والشباب لا يقبلون بالحلول المؤقتة التي تعد كحقن البنج، وإنما هم يريدون حلولا حقيقية، يريدون إنهاء الفساد. وهناك من يحاولون أن يقفوا أمامهم حاجزا حتى يردوهم عن أحلامهم وحقوقهم المشروعة التي يحاولون أن ينتزعوها انتزاعا. إلى متظاهري البصرة الذين أغلقوا منفذ صفوان الحدودي ولا يزالون حتى الآن يواصلون تظاهراتهم هناك. نتابع معا. لم تشأ ميليشيا بدر والمنضوية ضمن إطار ما تسمى ميليشيا الحشد الشعبي، لم تشأ أن تغيب عن هذا المشهد، ولكن كيف؟ بإطلاق النار من قبل حرس مقرها على متظاهرين في البصرة. تعالوا نشاهد. هذا بالتحديد ما تفعله ميليشيا الحشد الشعبي، يقول أحد العراقيين، ولربما القادم يخفي المزيد أو سيكشف المزيد من الكوارث التي تميط اللثام عن بعض الوجوه وتسقط الأقنعة. عدد من المتظاهرين في محافظة ميسان، ننطلق وإياكم الآن، دعونا إلى محافظة ميسان، وهناك عدد من المتظاهرين حاصر مبنى مجلس المحافظة. تعالوا نتعرف على ما حدث هناك بالضبط. اشمع
الآن إلى محافظة النجف، فهناك استمرار المظاهرات ضد ما أطلق عليه المواطنون الذين خرجوا في هذه التظاهرات الفساد الحكومي والأحزاب الحاكمة. تعالوا نتابع معا جانبا من هذه المظاهرة. مظاهرات في أكثر من محافظة مشاهدينا الكرام، والأحداث الميدانية ترجح أن تنتقل هذه المظاهرات إلى عموم أو أغلب المحافظات في العراق. الآن نتابع وإياكم كيف تواصلت المظاهرات، أو كيف واصل أهالي ناحية القاسم في محافظة بابل تظاهراتهم. نتابع وإياكم. كما شاهدتم مشاهدينا، فإن الأخبار المنتقات لعدد تواصل دوت كوم في هذا اليوم كلها تركز على التظاهرات التي ملأت عددا كبيرا من المحافظات العراقية. الآن الختام مع احتجاجات أهالي مدينة الكوت في واسط وقطع جسر الأحداب. نتابع. الآن إلى فقرة آراءكم. ستظهر أمامكم الآن صورة أعزائنا المشاهدين. في هذه الصورة التي تظهر أمامكم يبدو فيها وزير الداخلية قاسم الأعرجي الذي ظهر وهو يتمشى مع ضباط الشرطة في ساحة التحرير، وكان يرتدي اللباس العسكري، الأمر الذي فسره مواطنون على أنه حدث غير معتاد، في إيحاء منه للمتظاهرين كأنه على جهوزية تامة وقواته حسب تفسير كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. عموما تعالوا نقرأ عليكم عددا من تعليقات المواطنين وكيف علقوا على صورة الأعرجي، وفي أي سياق تأتي هذه الصورة التي جاءت في ظل تظاهرات متواصلة أخذة بالاتساع بشكل أكبر يوما بعد الآخر. في التعليق الأول ردا على صورة قاسم الأعرجي، النورس العربي يقول: خلي يفهم الشعب العراقي أن هذه الحكومة هي تمثل أمريكا وبالأحرى تمثل إيران في العراق، ومستعدة الحكومة أن تبيد الشعب كله لإرضاء أسيادها في طهران. النورس العربي يرى أن الحكومة العراقية الحالية هي حكومة وظيفية وهي منوب لأمريكا في العراق ومندوب لإيران فيها أيضا، كما جاء في سياق التعليق. إلى تعليق آخر. في منشور آخر كتبته أم سجة تقول: هو شنو وزير الداخلية؟ هو من ميليشيا بدر؟ الحكومة عبارة عن ميليشيات لصوص انتماءهم مو للعراق. أم سجة ترى أن قاسم الأعرجي ما هو إلا رجل يتبع ميليشيا كما جاء في منشورها الذي كتبته من خلال صفحتها في فيسبوك، وتقول إن هؤلاء لا يخدمون العراق بتاتاً. إلى تعليق آخر. في التعليق الآتي لؤي يكتب: لا تطالبوا بالماء والكهرباء والتعيين، فهي جزئيات، طالبوا بإعادة كتابة الدستور وبالنظام الرئاسي
وإلغاء مجالس المحافظات. لؤي يدعو الشباب العراقي المنتفض في كثير من المحافظات العراقية بضرورة توسيع المطالب وعدم حصرها فقط بالحقوق كالوظائف وإنهاء البطالة والماء والكهرباء وغيرها من الملفات الخدمية، وإنما يدعو لضرورة ترتيب الملفات الداخلية العراقية من دستور وبعض قرارات مصيرية قد تنقل الشعب العراقي إلى مصاف الدول المتقدمة كما يتمنى كثيرون. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي عمر أحمد يكتب: الوضعية مو تحت سيطرة، لذلك لبس زي العسكري ونازل بالشارع. عمر ربما يفسر الطبيعة التي دعت الأعرجي للخروج أمامكم بالهندام أو اللباس العسكري الذي رأيتموه فيه. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي عدي غانم يكتب: مو هذا اللي كان يقاتل ضد الجيش العراقي مع إيران، الآن يريد يقاتل ضد الشعب. عدي هنا يريد أن يشير إلى أن الأعرج يقف بصف إيران، ويقول إنه اليوم يقف أيضا بصفها ضد عموم العراقيين. إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم، وكتبه مصطفى الطيب، يقول: هل يريد الحرب ضد المتظاهرين بهذه الملابس العسكرية؟ سؤال برسم الإجابة من العراقي إلى الأعرج، والإجابة لديه واضحة كما أنها واضحة لدى كثيرين. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. مظاهرات العراق، إغلاق الإنترنت للاتصالات الدولية رديئة مشاهدينا الكرام، استدعاء ميليشيا الحشد للانتقال إلى البصرة، ما يعني أنها ستحمل السلاح ضد المتظاهرين. معظم القتلى الذين سقطوا برصاص ميليشيا بدر والعصائب. مؤخراً بيان للعبادي وفيه دعا قواته إلى أن تكون على هبة الاستعداد. وفي البيان جاء أيضاً أن الأجهزة الأمنية لا تطلق النار على المحتجين، ولكن هذا لا يعني عدم التصدي لمن يجب أن يتصدى له. في إشارة تعطي الضوء الأخضر للقوات الحكومية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين كما يرى عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. مظاهرات العراق، هذا الهاشتاج، دعونا نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي انتقيناها لكم وذيلت به. في التغريدة الأولى نقرأ عليكم ما كتبته نغم العجيلي، تقول: العراق بمعزل عن العالم بسبب حجب كل مواقع التواصل وسقوط شهداء وجرحى في الشوارع في النجف وكربلاء والمحافظات الجنوبية. هنا تؤكد نغم أن هناك قتلى سقطوا وأن الإنترنت تم قطعه. إلى التغريدة التالية، في التغريدة الثانية نقرأ ما كتبه مصعب، يقول: المرجعية ورجال الدين اطلعوا منها رجاء، هذه الحكومات جاءت وتنصبت بمباركتكم مثلما فعلت الكنيسة الكاثوليكية بالعصور الوسطى في أوروبا، ومصيرها معروف. مصعب يريد أن يكون الحكم للعراق في الشارع من خلال شباب وأهل العراق وليس للمعممين كما قال. إلى التغريدة الثالثة، وفيها كتبها عزيز طبعا، يقول: اللي يقهرني ذولا اللي بالجيش والشرطة ويطلقون على المتظاهرين مدافعين عن الفاسدين، مهم اللي تطلقون عليهم أولاد بلدكم وجيرانكم وإخوانكم. التغريدة واضحة، والختام الآن مع آخر تغريدة، وفيها نقرأ ما كتبته هازر، تقول: نفس السياسة الإيرانية مع المتظاهرين في إيران، انقطع الخدمة إنترنت أثناء المظاهرات، وأيضاً عملاؤهم يعملون في العراق بنفس الطريقة. في التغريدة الأخيرة كما شاهدتم نسخة مستوردة من إيران، يطبقها من يريدون الاستئثار بالسلطة في العراق ولو على حساب مزيد من إراقة الدماء في الشارع العراقي. التظاهرات مستمرة، ومعها تستمر تغطيتنا وتواصلنا معكم مشاهدينا الكرام. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد تواصل دوت كوم لهذا اليوم. إلى اللقاء.